هنبدأ نعمل دي سي اناليسيس للمسألة اللي قدامي عن طريق ان انا عندي معادلة بتربط الاي دي بالفي جي اس، هي المعادلة الاساسية بتاعت الفيلد افكت ترانزستور، عبارة عن 1 ناقص في جي اس على في جي اس اوف كل تربيع، اعوض بالعلاقات اللي عندي، ده عبارة عن 4.3 في 1 ناقص الفي جي اس على ماينس 0.7 كل تربيع. دي المعادلة الاولانية اللي هو الكيرف اللي كان اوريدي بيديهولي. المعادله الثانيه ان انا اجيب علاقه بين الفي جي اس، الفي جي والفي اس، طبعا الفي جي هنا برضو بصفر، الفي اس زي ما احنا شايفين كده بيساوي كام؟ الفي اس بيساوي 1.1 اي دي، يبقى الفي جي اس عباره عن ايه؟ عباره عن ماينس 1.1 اي دي. انا هاخد المعادله رقم 2 اعوض بيها في المعادله رقم 1، فطبعا لما تاخد المعادله رقم 2 وتعوض بيها في 1 فتلاقي العلاقه عباره عن كده، اي دي بتساوي 4.3 في 1 ناقص، هشيل الفي جي اس واحط مكانها 1.1 اي دي على 7.7 لكل سكوير، ففي الاخر هتحصل على معادله تربيعيه في الاي دي. المعادله التربيعيه دهيت لو انت دخلتها او دخلت البارامترز بتاعتها وحلتها هتلاقي قيمه الثوابت او قيمه الاي دي اللي طلعت لك قيمتين، القيمه الاولانيه 23، القيمة الأولانية زي ما أنت شايف كده عبارة عن 23 اللي هي القيمة دي، والقيمة الثانية هي عبارة عن 2.1 أو 2 وبعض الكسور. طبعا القيمة الأولانية طبعا قيمة مرفوضة للأي دي لأن القيمة ده هي أعلى من الأي دي اس اس، واتفقنا إن ده ريجكتد مرفوض. بالنسبة بقى للقيمة الثانية اللي هي قيمة 2.1 دي قيمة تقريبا الأي دي اللي أنا هحصل عليها. طبعا بالتعويض في العلاقة ما بينه وبين الفي جي اس أجيب الفي جي اس اللي قيمته كام؟ سالب 2.4. طبعا الموصل للمرحله دي يبقى سهل جدا ان انا اجيب الجي ام، لان الجي ام زي ما اتفقنا هي عباره عن جي ام نوت في 1 ناقص في جي اس على في جي اس اوف. انت دلوقتي عندك في جي اس اوف سالب 7.7 وعندك في جي اس وعندك جي ام نوت، الجي ام نوت طبعا اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اي دي اس اس على في جي اس اوف. طبعا الكلام ده من غير اشارات، فطبعا لو انت عوضت بالكلام ده تقدر تجيب الجي ام اللي هي تطلع في حدود زي ما احنا شايفين كده، في حدود الجي ام بتاعتك هتطلع في حدود 0.668 زي ما احنا شايفين كده في الحل، الجي ام هتطلع 0.668 ملي سيمن بالمنظر ده. الخطوه اللي بعد كده هنبدا في عمليه الاي سي اناليسز للدايره بتاعتي. وطبعا الاي سي اناليسز احنا عارفين طبعا في الاي سي اناليسز انك انت بتيجي على كل الدي سي سورسز دي توصلها بالجراوند بالمنظر ده، كل المكثفات بتبقى شورت سيركت بالمنظر ده كده. طبعا المكثف ده لما يبقى شورت سيركت اكني عملت شورت سيركت على المقاومه دي، فالمقاومه دي اصبحتش موجوده. بعد كده نتوصل ده بالفي انبوت اهوت، وباخد الاوت بتاعي من الدرين، واللي في الحاله دي هيبقى الدرين مش هيبقى عليه الا مقاومه واحده اللي هي قيمه الار دي اللي هي قيمتها 3.3 متوصله بالار دي. طبعا عشان اقدر اكمل الحل لازم اشيل ده واحط مكانه الموديل بتاعي، والموديل بتاعي بكل بساطه ان الجيت هنا متعلق بالهواء، ادي الجيت منفصل عن السورس، وبين الدرين والسورس في كارنت سورس بالمنظر ده كده قيمته جي ام في جي اس. فيبقى المساله حلها بسيط جدا، هنحط زي ما اتفقنا بالمنظر ده كل الدي سي سورسز بالجراوند وكل المكثفات شورت سيركت، واشيل ده واحط مكان الموديل بتاعي اللي هو السمبليفايد موديل. وبالتالي انا عايزه كل اللي انا عايزاه دلوقتي ان انا اجيب علاقه الفولتج جين اللي هي عباره عن في درين على في جيت، وطبعا كومن بالنسبه للسورس ان السورس بالنسبه لي كومن. طب يبقى الفي دي اس، الفي دي اس هو عباره عن جهد التيرمينال ده بالنسبه للجراوند اللي هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن التيار اللي هيمر هنا اللي هو قيمه ماينس جي ام في جي اس مضروبه في قيمه المقاومه اللي على الدرين في الحاله دي اللي هي الار دي كابيتال، مقسومه على قيمه الانبوت بتاعي، قيمه الانبوت بتاعي اللي هي برضو ايه؟ في جي اس. اشيل في جي اس مع في جي اس يطلع لي الجين عباره عن سالب جي ام في الار دي، فالكلام ده يساوي سالب 0.668 مضروب في قيمه الار دي اللي هي 3.3 تقريبا، يطلع الكلام ده في حدود 2.2 في اشاره. فالجين هنا في معامل تكبير قيمته 2.2، بالاضافه الى ان كمان في عندي فيس شيفت زي ما احنا شايفين، وده اللي احنا قلناه في الاول. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره، وان شاء الله نكمل الانواع المختلفه من الفيلد في المرات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.